الحياة. نقدروا على بريمي ديفيزيون، لا بريمي ماتش تاع لا بريمي ديفيزيون، لا بريمي ماتش. هاي بسم الله. يا بسم الله مربوحة. رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم. ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. من ملعب سبوتيفاي كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، الصورة المعتادة 90,000 خلف الفريق في مباراة اليوم. وتنطلق المباراة بالفعل. أرنولد دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. وهذه قوية من امبابي، محاولة تسديد أخرى، تصدي رائع جدا من الحارس. ميسي قام بما هو مطلوب منه بالضبط، لكن حارس المرمى تمكن من إبعاد الخطر. يشتتها بعيدا. تدخل جميل واعتراض أجمل. تدخل بدني من أجل استعادة الكرة من جديد. عدت الكرة. جميل جدا في المرور بالكرة. مباراة تقريبا يمكن اعتبارها في اتجاه واحد، الطرف الافضل يبتكر فرص يحصل على كرات خطيرة، بينما الطرف الثاني لا شيء. واضح من البداية القوية ان المدرب عنده خطة واسلوب قوي في الملعب، خطة هجومية. فارس سيطرته في المباراة حتى الان. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تجاوز رائع بالكرة. كافو قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. هل تمر هالاند؟ وتسلل آخر. كيسيب قطع الكرة بكل روعة. لمسة بينية. أليساندرو كوستا كورتا يقطع الكرة هنا. ممتاز في التمرير عند المساحة الخالية على الطرف. يتواصل اللاعب برمية التماس. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. خطيرة هنا. هدف لبريست. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. البينية حلوة الآن، تمريرة جميلة، والبينية تبحث عن المنطلق. بيتزارو، يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس.
قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. إنهاء رائع للهجمة، هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم فرصة الآن، والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. الراية مرفوعة والهدف يلغى. بينية جميلة، أداء دفاعي غير عادي. يلعب كرة بينية، فينيسيوس جونيور مع كرة بينية. الدفاع منتبه هنا. فيراتي، فرصة الآن مع المرتدة. يا لها من موهبة. يحتسب الحكم ركلة حرة. ضاعت بعيدة عن مكانها. أليساندرو كوستا كورتا يحاول إبعاد الكرة. ليونيل ميسي توغل بالكرة. ليونيل ميسي، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. مسكين بصراحة. برافو برافو برافو، أول انتصار في بريمير ديفيزيون، برافو. ربحنا وي مليحة، 15 نقطة، برافو. مليحة مليحة، 15 نقطة، برافو برافو، ربحنا.